اوكي جود داي، تعالوا نكمل مع بعض رحلتنا في السيستميك اونكولوجي. الحقيقه انا عايز اتكلم معاكم عن الثايرويد كانسر، وان كان الاندوكراين كانسر يعتبر تقريبا 1-2% من الكانسر انسيدنس، لكن هيهمني على الاقل نبقى عارفين كلمه عن الثايرويد كانسر، لانها هي الموست كومن اندوكراين كانسر، ولان انا ممكن اقابلها كتير جدا واعرف ان الانسيدنس بتاعها اوفر برايور 3 ديكيدز الحقيقه هو زاد، وزاد بسبب برضو سيناريو الايرلي ديتكشن. احنا اتفقنا ان ابلكيشن اوف بروجرام اوف سكريننج او بقى في ايرلي ديتكشن اوف ذا ديزيز ممكن يزود جدا الانسيدنس، لكن انا مش متوقع زياده، يعني زياده رهيبه في العدد. الفكره كلها بيبقى اكشولي ذا ايرلي ديتكشن اوف سمولر ليجنز سبيسيفيكالي واتس كولد بابيلاري كارسينوما. تمام، المورتاليتي ريلي اتز ستيبل، لكن تعالوا نتفق انها يعني لو اتفقنا ان في 95% من الاندوكراين كانسر 66% من الاندوكراين كانسر ريليتد بس هيبقى مرتبط بالثايرويد ديزيز. طيب وات اباوت ذا سب تايب؟ هو السب تايب يعني تعالوا نتكلم عن الابيثيليا تايب او ذا ثايرويد كانسر، ونتفق انها في منها البابيلوري والميدالوري والانابلاستيك والفوليكيولر تايبس. هو الموست كومن هو اللي احنا بنقابله البابيلوري، وفي تايب كمان بنسميه مايكرو بابيلوري، يعني بيبقى فيري انيشيتيف واقل من 1 سنتيمتر. ولو اتكلمنا عن الابيديميولوجي هقول لكم ان الميديان ايج ات دايجنوزس للبابيلوري بيبقى اباوت 40 ييرز. هو نورمال كانسر بيجي اكتر في الفيميل بيشنت، في الليت 40s بيبقى الفوليكيولر، و 60-70 يوز في الانابلاستيك، وده بيجي في الميلز اكتر. ريسك فاكتور للبابيلوري الراديشن اكسبوجر، الراديشن اكسبوجر على اللونج ران ممكن فعلا يحصل منها ديفلوبمنت اوف كانسر، فاحنا ناخد بالنا من السيناريو اوف راديشن اكسبوجر. وفي لينير ريليشن شيب بتوين ذم، يعني مثلا وجدوا ان في ناس كتير جدا من الاجيال اللي عاشت بعد تعرضات بعد تعرضها ل انفجارات نووية زي مثلا انفجار مفاعل تشيرنوبل مثلا او قنبلة تشيرنوبل، اللي حصل انه حصل لينير انكريس فعلا في الانسيدنس اوف ثايرويد كانسر ولينير انكريس في سبيسيفيك اذر تايبس اوف كانسر، ده كان مرتبط بالراديشن اكسبوجر. تمام، طيب تعالوا نتفق انه لو انا حد جه كلينيكالي بريزنتد بثايرويد ليجن بديسفيجيا بيقول لي انا عندي صعوبة في البلع، بيقول لي انا عندي pain مثلا، او انا حاسس ان في حاجه بقت ظهرت عندي جديده وبدات انا اعمل examination. الاكزامينيشن ده ممكن اعمل التراساوند نيك التراساوند، فالاقي انه في ليجن مثلا في الثايرويد 2-3 سنتيمتر، والجا لاني اخد منه فاين نيدل اسبيريشن. الفاين نيدل من حاجات السبب بتساعدني جدا في الديتكشن اوف ثايرويد كانسر. اتفقنا ان انا عندي papillary type، عندي medullary type، عندي follicular type and anaplastic type. لو قسمهم وفقا للبروجنوزس هقول لكم ان البابيلاري والفوليكيولر بيبقوا احسن في البروجنوزس، يعني ممكن يحصل تريتمنت بيحصل كيور. الميدالري تايب من الانواع اللي بيحصل فيها فاميليال سيندرومز، يعني ممكن البيشنت تيجي يشتكي من ميدالري ثايرويد كانسر ويبقى عنده بانكرياتيك كانسر او عنده كو انسيدنت انذر كانسر مثلا. الانابلاستيك من اسمها للاسف تبقى من الحاجات اللي التريتمنت بتاعها صعب شويه، بيبقى التيومر سايز كبير، بيبقى ممكن يبقى سيرجيكالي ريسكتبل، ريكيرنس ممكن يبقى عالي جدا، او في ميتاستاسيس في البون او اللنج. فبالبروجنوزس انا اعرف ان البابيلاري اند فوليكيولر از وان اوف ذيس بوسيبل بيتر بروجنوزس، لكن الميدالري والانابلاستيك مور ليس هيبقوا البروجنوزس بتاعهم اقل. في الستيجنج انا هعمل ايه؟ بيهمني هنا جدا اعمل التراساوند، وعلشان الثايرويد تيشو بيعتمد اساسا في البرودكشن اوف ذا ثايرويد هرمون على الايودين، فهو ليه سبيسيفيك موداليتي في المانجمنت كمان، هو الراديو اكتيف ايودين ابليجن، وليه سبيسيفيك ديتكشن في الدايجنوزس اللي هو ان انا اعمل واتس كولد ايودين سكان لايك هول بادي ايودين سكان. يبقى عارفين بس ان الايودين من الحاجات المميزه جدا للثايرويد. في الانيشال ستيجنج انا عملت الترا ساوند فاين نيدل اسبيريشن سيتولوجي، والفاين نيدل من الحاجات السبيسيفيك وبتساعدني جدا في اني اديتكت البناين فيرسس المالجنت سيلز او السسبيشس. اوكي تعالوا نكمل مع بعض. بعد ما اتفقنا على البروجر ستيجنج ان انا اعمل، يهمني زي ما اتفقنا ان انا اشوف
طيب بالنسبه للسيرجري ده اكوردنج للباثولوجي والسب هو جزء صغير من الثايرويد ريمننت على ريمننت الثايرويد. المشكلة دول مهمين بالنسبه لي علشان يفقد حاجه من الوظائف المهمه وايه في الثايرويدزم ايه عمره كامل وفي نهايه الكارتليج وبدايه الفارنجيال نيرف والجوجلر فين كل نيشن انا لقيت شكل زي ده يعني هو الادفانس ديزيز لكن بيتمنت هنقدر نكمل عليه ازاي.